مشاهدينا، وحول فشل السلطات الحكومية بالعراق بحل أزمة السكن، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ الإعلام في جامعة البتراء الدكتور عبد الرزاق الدليمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، عدد المتقدمين إلى مبادرة داري وصل إلى 3.5 مليون مواطن، لماذا لم يرى هؤلاء أي أثر للمبادرة التي أكد الكاظمي عنها أنها بداية لإنهاء أزمة السكن في العراق؟ أولا شكرا على الاستضافة، وأيضا الشكر لكم على إثارة مثل هذا الموضوع حقيقة المهم بالنسبة لحياة المواطن العراقي. نعم. الذي يعيش في سلسلة من الأزمات المتعاقبة التي حلت به منذ احتلال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ونظام الملاك في إيران للعراق. نعم. معروف انه السكن اللائق لاي مواطن هو حق مشروع مكفول يعني بالدستور، مكفول ايضا بالشرع، ولكن الانظمه السياسيه او الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال حقيقه يعني تخطط لزياده هذه الازمات وتوتير حياه المواطن بكل الأشكال. ولذلك نحن يعني لا نفاجئ عندما نسمع أو نرى أو نقرأ أن الحكومة هذه واللي قبلها واللي قبلها سيكذبون على المواطن ويخلوه معلق في أوهام وفي أحلام لن تتحقق. حقيقة مشروع تدمير المواطن العراقي وتدمير روحه المعنوية وتدمير حياته المادية هو مشروع مخطط بدأ بتنفيذه عملاء الاحتلال منذ عام 2003 ويستمر وسيستمر طبعا خلال المراحل القادمة. ولذلك يعني المشكلة أن المواطن العراقي لحد الآن لا يزال يمني نفسه بهذه الأكاذيب أو يحاول أن يصدق هذه الأكاذيب والادعاءات التي تقدمها حكومة الكاظمي طبعا وقبلها الحكومات السابقة. أنا حقيقة لا أرى ضوء في نهاية النفق في حل مشكلة السكن بالنسبة للمواطن العراقي، لأنه هذا عملية حقيقة مقصودة ليس فقط من أجل أنه المواطن يعيش في أزمات مستمرة، ولكن أيضا في تخريب المدن العراقية التي كانت في السابق طبعا كل شيء يتم بنائه يتم إنشائه يتم بموجب معايير وقوانين وطرق نظامية نموذجية تجعل البناء يكون مضافا إلى شكل المدينة الجمالية. أما اليوم حقيقة هذه العشوائيات وهذه التجاوزات وهذه العمليات الغير منظمة الحقيقة التي يقوم بها البعض في تقسيم المساحات، يعني احنا قبل الاحتلال لا يسمح للمواطن ان يفرز اكثر من يعني اقل من 150 صحيح. متر. نعم. اليوم التقسيم وصل 30 متر 35 متر 40 متر، وطبعا لم تبقى لا حدائق ولم تبقى هناك لا مزارع. المناطق السكنيه مكتظه بالبيوت وكانها يعني علب سردين. اعتراف لجنه الخدمات النيابيه بانه لا يوجد على ارض الواقع لمبادرة الكاظمي، إلى أي مدى يؤشر عدم جدية الأحزاب والسلطة في العراق لإنهاء أزمة السكن بموازاتها أنت تقول حضرتك تقول أنها متعمدة لهذه الأزمة أو لأن تنشئ هذه الأزمة في العراق؟ شوف أنا من أقول لك متعمدة، أنا أعي ما أقول. نعم. وأنا متأكد تماما من صحة ما أقول لسبب بسيط جدا. نعم. الحقيقة كل الموجودين الآن بالعملية السياسية سواء كانوا بالجانب التنفيذي الحكومة أو كان بالجانب التشريعي اللي هم مجلس النواب الأعرج المتخلف الهجين، الحقيقة جميعهم يتبارون في كسب ود المواطن دعائيا، ولكن على أرض الواقع حقيقة لا يوجد أي شيء. يعني لا مجلس النواب مهتم بهذا الموضوع ولا هو جدي في، يعني مجلس النواب يستطيع من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يمتلكها. نعم. ممكن أن يضغط على الحكومة أن يشرع قوانين يلزم الحكومة بتنفيذ سلسلة من عمليات
مشاريع السكن في جميع انحاء العراق، ولكن هم يتبارون في يعني الضحك على المواطن، وهم حقيقة وجهان لحقيقة واحدة. الجميع لا يهمه المواطن ولا يهمه أن يعاد الجمالية لمدن العراق، خصوصا العاصمة بغداد. ولذلك ما يدعيه بعض النواب أو اللجنة النيابية حقيقة هو مجرد يعني كلام فارغ، كلام بعيد عن المصداقية، كلام الهدف منه هو طبعا مجرد يعني إشاعة أجواء معينة. أنه طيب هنا دكتور غير راضي على أداء الحكومة في هذا الملف، ولكن هم حقيقة وجهان بحقيقة واحدة. الكل يكذب، الكل يتآمر على المواطن العراقي، الكل يحاول أن يسلب المواطن. طيب دكتور لو توجهنا لهذا المواطن، يعني هذا الإهمال الحكومي للمشاريع السكنية كيف انعكس على أسعار العقارات بالعراق وعلى أصحاب ذوي الدخل المحدود؟ يا سيدي، هو احنا الان نسال سؤال، من الذي يسيطر الان على الاراضي؟ من الذي يسيطر على ممتلكات الحكومه؟ من الذي يسيطر على ممتلكات المواطنين الذين اجبروا على مغادره العراق؟ الحقيقه هناك مافيات كبيره، وهذه المافيات طبعا تتبع للاحزاب وتتبع قسم منها للحكومه، وهذه المافيات الحقيقه اشترت اغلب الاراضي المهمه في بغداد وفي المحافظات الاخرى، ولذلك قصة الأراضي المخصصة للسكن حقيقة كلها الآن بيد الأحزاب الفاسدة، الأحزاب المتآمرة على المواطن العراقي. ولذلك هذه الأحزاب طبعا الآن يعني تحاول أن تستثمر العوائد المادية لهذه الأراضي بأعلى الأسعار بطرق. طبعا هناك من يشتري، والذي يشتري طبعا ليس المواطن وإنما مافيات أخرى، مؤسسات أخرى، جهات أخرى، وربما بعض الجهات هي ليست عراقية وإنما جهات تأتينا من الخارج، من إيران، من أماكن أخرى، الله أعلم يعني من أين تأتي، ولكن المواطن الوحيد هو الذي حقه ضائع. إذن دكتور، ربما هذا إعادة تدوير شراء الأراضي أو بيعها، مشروع داري مثلا على سبيل المثال، مصير الأراضي التي تم تخصيصها وثلاثة ملايين مواطن عراقي ونصف يعني شاركوا أو اشتركوا في هذا المشروع، مصير الأراضي كما تفضلت إلى أين يذهب؟ يا سيدي، منذ بالضبط من 9 نيسان 2003 ولحد هذه اللحظة، وهذا الموضوع طبعا سيستمر إلى يعني أبعد مسافة ممكنة، ممكن أن تعود بفوائد مادية على الأحزاب السياسية الفاسدة التي تهيمن على العملية السياسية في بغداد. هذه الأراضي الحقيقة يعني حتى وان خصصتها الحكومه او الدوله للمواطنين، حقيقه سرعان ما يعني يتم التلاعب بها وتحويل يعني تحويلها عقاريا وتحويلها من حيث المرجعيه القانونيه الى جهات اخرى. نعم. فتبقى العمليه كلها عباره حبر على ورق، يعني لا يوجد حقيقه هناك اي اهتمام، اي جديه في تحويل يعني هذه القرارات او هذه الافكار او هذه المشاريع الى الواقع، لسبب بسيط جدا، انه هذه حقيقه فرصه كبيره لهذه الاحزاب، لهذه الحكومه. يعني حتى هو الكاظمي واحد من الناس متهم في هذا الموضوع، يعني نحن هنا لا نستثني احد، الجميع متهم بسرقه المواطن، سرقه البلد، سرقه الخيرات. فتأتي مسألة الأراضي، أراضي السكن طبعا جزء ضمن مشاريع الفساد والسرقة. نشكركم دكتور ونعتذر لضيق الوقت. من عمان الدكتور عبد الرزاق الدليمي، أستاذ الإعلام في جامعة البتراء، شكرا جزيلا لك.